اختبارات ومراحل سنيه ابتدينا برضو بال 2009 2008 و2007 و2006، ودي انا كنت شايف معايير كده فنيه يمكن ارقى مرحله سنيه قدرنا نكتشف فيها مواهب. المواهب بتبان على الولد ومن صغره على فكره، يعني احنا قعدنا وكنا بنشوف وكنا بنمر على الملاعب كلها واللجان اللي قاعده كل المدربين اللي قاعدين ان فعلا الولاد الصغار في المرحله السنيه دي دول تلاقي المواهب فيهم. يعني تلاقي ولد صغير من 2009 تلاقيه موهبه. يعني انا من ضمن الحاجات اللي انا حتى يمكن مره كده بمر على الملاعب لقيت ولد صغير ماسك الكوره بينطق والله العظيم بيعمل بول كنترول ولا لعيب كبير يعني واخدها على صدره وكعب رجله، يعني حاجات خياليه. فكانت الموهبه بتبان من السن الصغير اللي هو زي قلت لك المراحل السنيه الصغيره دي. فاحنا بنهتم ورحت جبت الولد ورحت خدناه ومضيناه فورا لانه شكله موهبه بالرغم من صغر جسمه، ولكن صغر الجسم ما بيعتبرش معايير من المعايير اللي احنا بنختار عليه وخصوصا في السن الصغير، لان ممكن بعد كده بيتطور برده الجسم وبيطول بعد كده ويبقى لعيب كويس مع الموهبه دي يقدر يفيد النادي الاهلي مستقبلا ان شاء الله. فالهدف الاول زي ما قلت لك يمكن اكتشاف برده المواهب اللي هي تساهم النهارده في تشكيل جيل جديد للنادي الاهلي، لان الاجيال كل ما تكون جديده واعمارها صغيره برده بتدي ايحاء ان انت قطاع الناشئين بيشتغل صح وبيشتغل بمفهوم. وده اللي عايزه زي ما قلت لك ان انا بترجم كل فرقه النهارده انا شخصيا بنزل والكابتن هاني معايا بننزل نبص على اللعيبه ونشوف اللعيب الموهوب اللعيب اللي ممكن ننمي قدراته الفنيه. يعني هيبقى عندي برضو خلي بالك اداره ان هي هتسجل لي كل حاجه عن اللعيب، كل مقياساته وفنياته وكل شيء وايه اللي ناقصه، ونقول للمدرب او المدير الفني اللي ماسك الفرقه دي الولد ده لازم يشتغل حاجات انديفيدوال عشان تنمي حاجه عنده، وهي تبقى كويسه قوي في زي ما قلت لك ان هو هيوصل للدرجه الاولى مستوعب اسلوب لعب مستوعب تكتيك وايضا كامل في المهارات الفنيه بتاعته ما يبقاش النهارده عنده شرطه في اي حاجه. فدي الهدف. الهدف الثاني طبعا زي ما قلت لك يمكن بطولات النادي الاهلي، ان برضو النادي الاهلي يمكن في سنين كتير فقد بعض البطولات وخصوصا البطولات اللي بتبقى قريبه من الدرجه الاولى. فاتمنى ان شاء الله السنه دي ان احنا البطولات دي نحوز عليها كلها ونسعد جماهير النادي الاهلي والاجهزه الفنيه تشتغل برقي وتشتغل بمفهوم وتشتغل ان هو مش مجرد شغل. لا انا زي ما قلت لك انا راجل فني قبل اداري، يعني انا شغل الاداري يمكن قليل قوي ولكن فنيا بنزل ملعب وهتابع انا وكابتن هاني مع المدربين بحيث ان احنا اي حاجه فنيه وشايفينها في الملعب في المباريات ممكن ننقلها للمدرب والمدرب هيستفاد منها قطعا، يعني لان احنا بنشتغل لصالح النادي الاهلي اولا واخيرا.